بحضرتك من جديد على شاشة قناة الأهلي. اهلا بيك يا ساره، اهلا باحمد وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. طبعا فعلا ده موضوع الساعه، واللي الناس كلها منتظره تعرف ايه اللي هيتم في اتحاد الكوره. اتحاد الكوره يعني هو يعني الاب للكره المصريه ولكل الانديه، واللي هيتحدد بناء عليه القصه الفتره الجايه هتمشي ازاي، في تمام. انتخابات مش انتخابات، الكلام ده كله. طبعا الخطاب بشكل رسمي لغايه دلوقتي اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها لسه ما وصلش من الاتحاد الدولي، لكن لغايه بكره لازم يوصل خطاب يقول ايه اللي هيتم الفتره القادمه، لانه التعاقد ما بين اللجنه الخماسيه برئاسه الاستاذ عمرو الجنايني والاتحاد الدولي بينتهي بكره 31/7. التكليف بتاعهم بدا من تاريخ 20/8/2019 الى 31 يوليو 2020، بالتالي في اكتر من سيناريو منتظر للخطاب اللي هيوصل من الاتحاد الدولي علشان الناس تكون معانا في الصوره. نرتبهم كده حسب الـ 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 القابليه للحدوث، يعني اكتر سيناريو حضرتك شايف انه قابل للحدوث ويحل الدايلما بتاعت الفتره اللي جايه دي. اكتر سيناريو انا شايفه ان هو هيحصل انه هيتم المد للجنه الحاليه بحد اقصى 30 نوفمبر. ليه 30 نوفمبر؟ لانه اخر ميعاد ممكن اللجنه تدعي فيه الانديه للانتخابات او الجمعيه العموميه للانتخابات اتحاد الكوره هو 30 اكتوبر طبقا للقانون المصري، اللي هو بيوجه الدعوه للجمعيه العموميه العاديه خلال الاشهر الاربعه التاليه لانتهاء السنه الماليه اللي هي 30/6، يعني 7 و8 و9 و10. ده اخر ميعاد للمد، لو حصل مد بعد ده هيبقى سنه، لانه مفيش فرصه ثانيه بعد 30/10 انك تدعو لجمعيه عموميه تتعمل فيها انتخابات. فبالتالي انا شايف انه السيناريو الاقرب اللي ممكن يحصل هو انه الفيفا يمد 4 شهور لغايه نهايه نوفمبر، وهيوضح فيهم يقول الجمعيه العموميه غير العاديه للائحه هتتعمل يوم كذا والانتخابات هتتعمل يوم كذا، مش هيدي فرصه تاني للجنه الخماسيه. طب تسمح لي يا استاذ حسام، هو مش غريب شويه انه الفيفا يستنى لغايه ما قبل نهايه المده ب 24 ساعه عشان يفكر يبعت الجواب؟ يعني بالتاكيد كان في على الاقل تواصل بين اللجنه الخماسيه دكتور عمرو الجنايني او غيره من المسؤولين يعني مع الفيفا في الفتره الاخيره عشان يشرحوا له طبيعه الوضع واحنا واصلين لغايه فين. فبشوف انه من الغريب شويه ان احنا قدامنا 24 ساعه ولسه مش عارفين جواب الفيفا وصل ولا ما وصلش، هيوصل اساسا ولا مش هيوصل. طبعا احنا كنا منتظرين انه يعني على الاقل من اسبوع فات انه الوضع يكون واضح للكل، ولكن طبعا احنا في موقف يعني غير عادي لا يخضع لقانون ولا للائحه. موقف الوحيد اللي يقدر يفصل فيه هو الاتحاد الدولي، لانه هو اللي عمل الوضع الاستثنائي ده، وهو اللي عين لجنه استثنائيه، وهو اللي في ايده يحدد تخلص امتى او تكمل او ما تكملش يعني. لكن في النهايه حتى لو بكره ما فيش خطاب وصل هيكون وضع غريب، لانه السيناريو البديل ممكن يبقى ايه؟ يعني نروح للاوبشن 2 بقى، نروح السيناريو الثاني انه يتم المد للجنه لمده سنه تعمل الانتخابات السنه الجايه وتعمل اللائحه وتعمل انتخاباتها السنه القادمه، لانه طبعا اللجنه الاولمبيه المصريه بتشترط علشان تعمل جمعيه عموميه عاديه انك الموسم الرياضي ينتهي. أيوة. طبعا انا على حد معلوماتي ان الاتحاد الدولي رفض الاعتراف بهذا الكلام وقال انه لازم يتعمل جمعيه غير عاديه لاعتماد اللائحه، بعدها على طول جمعية عمومية عادية للانتخابات، وقد تكون المفاجأة انه الانتخابات تكون لمدة 4 سنين وليس سنة واحدة، لانه طبعا الكلام دلوقتي انه 4 سنين ولا سنة، الاتجاه الاقرب انه الفيفا يبعت ان الانتخابات تتعمل لمدة سنة. كل دي تكهنات وسيناريوهات منتظرة بناء على معلومات واجتهادات، ننتظر الفصل الخطاب فيها هو وصول قرار رسمي من الاتحاد الدولي على اقصى تقدير بكرة الجمعة ان شاء الله. ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الناقد الرياضي حسام زايد بجريدة الشروق. دي اخر التطورات، احنا ما زلنا في انتظار وصول خطاب او جواب من الفيفا.